عبد الملك للتاريخ كان اكو جمود او برود بالعلاقه بينك وبين صدام؟ عبد الملك للتاريخ كان اكو جمود او برود بالعلاقه بينك وبين صدام حسين او حذر وعدم ارتياح؟ والله هو الرجل ما سمي يعني حذر، لا، لكنه شافي يمكن اقتنع انه هذا الرجل ما يمشي بسهولة مثل ما يردوه، لكن ما يشكل خطر على 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 النظام. انا فعلا اخلق انا مثلا ما اشكل خطر على النظام ولا اسيء التصرف، لكن اتصرف كما اعتقد هو صحيح، واحيانا امتنع عن ما هو غير صحيح. هذا اللي خلت يعني انا شويه. صدام حسين مرتين قال لك لا تعترض، مره ببغداد ومره بتونس بهذا اللقاء. هذا صحيح. ليش المره الاولى ليش مره ثانيه؟ المره الاولى انا كنت وكيل وزاره الخارجيه كان في عام 77، وكان رئيس وزراء رومانيا في زياره رسميه، وجاي كان بهدف، كان يحاول ان يقنع العراق بتغيير سياسه تجاه اسرائيل، يعني جاي مرسل، وحاول ان يقنع في المقابله اللي جرت بيني وبين صدام، انا كنت اخذ محضر وترجم، فكان يلح على المرحوم صدام انه تغير علاقتك مع اسرائيل، اسرائيل تتجنب منها متاعب. تعتقد الاسرائيليين دازين الامريكان؟ اكيد دازل. اكيد اسرائيل او من برا اسرائيل. فالمرحوم صدام كان يجاوبها يعني جواب واضح وهدوء وهذا. بعدين شاف المقابله طالت، التفت علي قال لي المرحوم صدام، قال لي استاذ عبد الملك احنا عندنا عشاء. قلت له نعم. قال ايش قد بعد عندنا وقت؟ قلت له بعد 10 دقائق. قال اذا نكمل بعد العشاء. فقلت له رئيس الوزراء الروماني، قلت له نكمل بعد العشاء، طلعنا ورجعنا بعد العشاء. بعد العشاء المرحوم صدام اخذ موقف واضح، يعني لا يمكن ان نغير سياستنا مع اسرائيل ما لم تغير اسرائيل سياستها نحو تنفيذ مقررات الامم المتحده وتلبيه حقوق الفلسطينيين. هذه انتهت المقابله في ساعه متاخره بالليل، وطلعنا وصلنا، كانت بالمجلس الوطني، وصلنا للسياره، وكانت الساعه قريب 1 بالليل تقريبا. فسالني قال لي انت شلون عادتك تنام من وقت؟ قلت له لا يعني حسب الظروف. قال والله نتمشى حديقه لطيفه وجو طيب، مشينا قمنا نكمل بحث عن الخارجيه وشنو انطباعاتي. يعني انا الحقيقه كنت اعترض على بعض الامور، اعترض على تعيين واحد، على نقد او شيء، هذه كانت مخزونه في فكره هو. يبدو بعضها ما كانت، بعضها كانت تلبى، قسم كبير تلبى وتصحح، القسم الاخر لا. فقال لي عبد الملك بس لا تعترض بعد. استاذ عبد الملك من تطرح بشكل وضوح يعني بشكل واضح مع صدام حسين انتقادات، يعني ما كنت تخشى؟ لا انت تعرف تركيبته السيكولوجيه وشو كنت ينزعج وشو كنت يبطش؟ لا طبعا انا ادرك، انا دا اتكلم مع شخص يعني مسؤول الاول في الدوله مثلا، انا ما اريد ان اظهر كانما انا اقوى منه او انا، لا، انا اعرض الموضوع بشكل اللي افهم انه لو يعدل هذا كذا، ولو كان يؤخذ راي الخارجيه مسبقا حتى يكون هناك خلل. هذا من شو تعتقد قال لك لا تعترض؟ يعني حس انه اقتربت من هو منطقه لأن ما كان، شوف لو اكو عوامل اخرى، مرحوم سعدون حمادي ما كان يعترض الا نادرا جدا، وكان معروف عنا يعني كل من اشتغل بالخارج يعرف، كل ما يجي من فوق ينفذ سين حي سعدون حمادي الا ما ندر. فكان يعتمد على بعض الأوقات في نكتب احنا يعني وجهة نظرنا. انا اشوف هذه طريقه خاطئه، يعني احنا ما يصير ننفذ وشيء اللي هو شبه خطا او راح يترتب عليه اخطاء هذه. فكنت كل ما يصير مجال اعترض، اما في ملاحظه اكتبها او اوقف التنفيذ الى ان يصير مجال اشوف. يعني مثلا اعترضت على اشخاص يعينون من جاي من الرئاسه او من يعني مثلا؟ يعني ما اقول بالمعنى اللي يدور بخلدك، لكن اعطينا ملاحظات انه لو فلان هذا معي ما صار تعيين فلان مكان يكون افضل. وهو جاي من فوق؟ جاي من فوق نعم. من قال لك لا تعترض انتهى الحديث خلاص؟ انتهى. بعدين كنا بدنا نتوادع. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. قلت له غلط. بتونس أيضا قال لك نفس الكلام. تونس أنا من وصلنا إلى نهاية الحوار الطويل، فأنا الحقيقة شفت الرجل يعني عرفت مهيئ الفكر، وكان فرصتي أنا أتحدث.
قلت له سيادة الرئيس يعني أحب أقول لك أقول في الشيء أكثر. قلت له أنا ما أعتقد أكو واحد يزاود علي في حب الوطني وإخلاص الوطني وفهمي للعلاقة العراقية الإيرانية وتعقيداتها إلى آخره، لكن أأمل أن تكون يعني الأمور مثل ما أنا وضعتها، وأرجو أن لا تصعد الأمور إلى أسوأ، إلى الصدام المسلح مع إيران؟ مع إيران نعم. فهو أنهى زيارة، قام الحيلة وصافحني قال أتعبناك أستاذ عبد الملك، لكن يعني هم أقول لك بعد لا تعترض. ذكرت أنه هو مناسي على عام 77 يجي أقول بعام مالين هذه كانت هذه يعني كانت هاي الجملة ما يعني ما راقت له اي طب يبدو انه ما كان يريدها، يعني ما كان يريدها احد يقول له يعني شلون تقراها انت تقول له يعني تتمنى عليه ان لا تصعد باتجاه الحرب مع ايران، هو ينزعج يعني شنو كان يريد الحرب؟ لا هو شوف ما اقدر اقول يعني، لكن يعتقد انه ايران وصلت الى درجه لا يمكن التعامل معها الا بايقاف عند حدها بالطريقه اللي صارت يعني في ايضا اتصور ترى اتصور يعني احنا الان بعد هالمسافة الطويلة 30 سنة من الحرب هو كان على صواب. لم تفي إيران في أي اتفاق مع العراق من الحكم الوطني إلى خليكم بالتاريخ. راح نرجع لم يذكر إيه. راح نرجع لإيران ومحطة إيران مهمة. يلا. بس بتونس بالمؤتمر القمة. إيه. يعني أعطى بلا حدود للصومال. وعود. لا. ما نفذت. 10,000 أنا ما خلتها تتنفذ. أنا أقول لك بصراحة ما تنفذت؟ لا، لأن تأخر التنفيذ صارت تعقلت الأمور، بدت القتال مع إيران وقفت. وش أعطاهم؟ أعطاهم ما يطلبوهم أدوات زراعية. كان محمد زياد بري كان سياد بري هو رئيس الوفد، وكان حامد علوان موجود لأن مساعدون ما كان موجود، مرحوم مساعدون، وأنا وأعتقد كان طارق عزيز موجود. نعم طارق كان موجود. أعطاهم إيه طبعا 10,000 ناقلة و 10,000 حاصدة وما يعني انت عقدت هاي القضية؟ عفوا هي صار بها تقرير رسل الى بغداد، طبعا بغداد ياخذ خطوات اخرى للتنفيذ، يروح الى لجنة دارة المساعدات او العلاقات العامة اللي مش اسميه كانت رئيس المرحوم عدنا الحمداني. فوصلت الماليه طبعا اخذ مبالغ كبيره هذه، فبدت الامور مع ايران تصل الى القتال، وصلت للقتال. هم اجوا الوفد الصومالي، انا كنت في بغداد راجع مره ثانيه وكيل وزاره، وقفت قلت لهم ما تنفذ هذه، اخذوا راحتكم وروحوا، احنا في ظروف اخرى، فما نفذ هذا الشيء. بس اعطى تونس 20 مليون دولار، اعطى 20 منحة و30 مليون قرض، قرض استرجع بعدين، و20 مليون كتاب. عفوا 20 مليون كتاب اكثر؟ لا الكتب كانت تروح سنويا، اظن ما صار 20 مليون، ما يحضرني الرقم اذا انا يمكن ذاكره بالكتاب. كان قرار من وزارة التربية كل سنة تبعث كتب اللي تدرس في الابتدائية وفق البرنامج المقرر من الجامعة العربية. الجماعة في تونس كان يكتب على الجلد مال الكتاب هذا الكتاب هدية من وزارة التربية العراقية، تحذف هذه العبارة. أنا هذه استفزتني العبارة، أنا ليش دار أنت مساعدات غير حتى أن يعرف التونسي طالب أنه عنده شقيق بالعراق يعرف المواطن الشكل شيلوها يعني. هذه تسأل لأنه كانت يعني رموز معينة وجيوب معينة في الحكم ما ترغب بها الإجراء هذا، هذه فكنت قمت أعرقل هالمسألة.